اهلا فوق اريبيا، معاكم فاطمه البنوي، وبصور لكم اليوم ما وراء الكواليس لتجهيزات ثاني سجاده حمراء في مهرجان كان السينمائي. متحمسه جدا ان اصور واشارك معاكم هذه الاطلاله، وان شاء الله تعجبكم. اوكي، انا في مهرجان كان لانه كصانعه افلام مره مهم بالنسبه لي اني اتفرج على افلام غيري. ففتره الصباح بتفرج افلام كثير، وبالليل بحتفل بافلام غيري بشويه من الاناقه. بحط هكت كارتييه وفستان جورج شقره، وزي ما انكم شايفين فريق عمل ما اقدر استغنى عنهم عشان اقدر امشي على السجاده الحمراء كل مره. اليوم بحتفل بصناع سينما اشتغلوا على افلامهم، وان شاء الله يا رب في المستقبل القريب اعزمكم عشان تحتفلوا بافلامي.